أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أرجو التفصيل في مسألة ضمة القبر. ظلمة؟ لا، ضمة. ضمة القبر هذه ثبتت، نعم ثبتت ضمة القبر، أنه أول ما يوضع في قبره أنه يضمه ثم يفرج عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم.